السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيناكم بواحد الفيديو خفيف ظريف، يعني ما نطولوش الهضره فيه ونخليكم مع الصور. كاينين العجوب البلجيكيه للبيع، كتعرف هاد الماركه تبارك الله شحال كتهز اللحم، وإلا صبرت عليها راه كتوصل لواحد الاوزان تبارك الله خياليه. المهم نعطيكم معلومات، هاد العجول كاينين في الفقيه بن صالح، والثمن ديالهم 43 درهم للكيلو، يعني ثمن مناسب مقارنة بالماركة اللي كاينة. زايد الأوزان ما بين 280 كيلو حتى 340 كيلو. ودابا نخلي لكم النمرة ديال مولاها، قلت لكم في الفقيه بن صالح. المهم أنا نخلي لكم نمرتها هانتوما. ها العجول كما كتشوفوا تبارك الله في صالة مزيانة، المكان في قيبن صالح كنعاودو نقولوها، اللي قرابين او العوالين ياخدو واحد الكمية كبيرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.